الجميع حملت سلاح في ليبيا إلى الانضواء تحت قيادة هذا الحرس. إذا نجحوا في هذا الهدف الاستراتيجي وسوف يكون قد حققوا أملا كبيرا للليبيين. عندما يصل هؤلاء الثوار إلى قيادة محكمة سواء كانت في مسمى مجلس الأعلى للثوار أو مسمى قيادة الحرس الوطني، فإننا نصل إلى الهدف الاستراتيجي، وهو أن يكون جميع حمل السلاح من الثوار الحقيقيين منضوون تحت قيادة واحدة تتكلم باسمهم. هذه ناحية. وطبعا هذا الموضوع شائك جدا جدا، يعتمد على كيفية تصور القيادة للجانب السياسي في البلد، وكيفية قراءتها المشهد العام المفكك، وكيفية يعني نظرتها الاستراتيجية للأمور. فنحن عندما يجب ألا نسبق الأحداث، يعني أمامهم مهمة كبيرة جدا جدا، حتى مسألة الهيكلة، التنظيم، التجهيز، التمويل، التصرف العنصر البشري، هذه مسائل كلها شائكة، ولا ندري حتى الآن كيف يعني يتصرفون فيها، لكننا يحدون أمل كبير أنهم سوف يستمعون لصوت الحكمة وأن يتجنبوا التفكك. يتجنب الشحن العاطفي مبدئيا ثم الانطفاء. هذه آخر فرصة لهم. يجب أن ينجحوا، أنا أقول لهم يجب أن تنجحوا ويجب أن لا تفشلوا، لأن فشلكم يعني ضياع الوطن،